صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا بعض الرجال لا يصلون دائما، يصلون أحيانا وأحيانا يقطعون الصلاة، فما هو الحكم في نسائهم وما هو واجب الدعاء؟ هل يعلنون ذلك في الخطب والكلمات أنه لا يحل لهن البقاء عندهم؟ نعم، يحذرون من ترك الصلاة ويبينون أن الذي يترك الصلاة متعمدا أنه كافر عند المحققين من أهل العلم ولو لم يجحد وجوبها. أما إذا كان يجحد وجوبها فهذا كافر عند الجميع، مجمع على كفره، فلا تحل له زوجته ولا يحل لها أن تبقى معه. ولكن الفصل بينهما يحتاج إلى تحديد تثبت، يحتاج إلى قاضي، يحتاج إلى المحكمة لتثبت من شأنه، وهل هو صحيح أنه ما يصلي أو أنه مكذوب عليه، لابد من هذا الأمر. لكن أن تأتي بطريق العموم ما تقول لك الآن، بل تقول: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم، ومن تركها متعمدا وهو يقر بوجوبها فهذا كافر عند المحققين من أهل العلم والقول الصحيح، وبناء على ذلك فلا تبقى معه امرأته، من باب العموم. أما بالنسبة للأفراد يحتاج إلى قاضي. نعم.